ونحن نوثق لعقارات المنصورة التاريخية. هذا إحدى العقارات التاريخية في مدينة المنصورة. نتحدث والدخلية تحتفل بأعيادها. يا سادة، لقد تم مرور 804 عام على إنشاء مدينة المنصورة، وهذه العقارات التاريخية بشارع المختلط تشهد على تاريخ هذه المحافظة. تأمل الغرف. نعم، إنه عقار تاريخي. هذا هو شارع المختلط بالمنصورة. نتحدث اليوم فبراير 2023. وصفها يوسف إدريس في قصته، ومن قبله يحيى حقي في روايته قنديل أم هاشم، ومن قبلهما وبعدهما زكي نجيب محمود في كتبه، وطه حسين في تأملاته. معناها أن نحسم مرة وإلى الأبد هذا التمزق الروحي، أن مشاعرنا نحو الحاضر يجب ألا تكون هي التحمل ولكن الجرأة، أن مشاعرنا تجاه المستقبل يجب أن تكون هي التحدي وليس الاستسلام، أن مشاعرنا تجاه مصر يجب أن تكون هي المشاركة وليس التفرق، الحب اليقظ وليس العشق الأعمى. مصر من الهكسوس للآشوريين للفرس للبطالمة للرومان للبيزنطيين للفرنسيين للإنجليز وصولا إلى بني صهيون تتعثر، ولكنها في كل مرة تقوم من عثرتها. التاريخ اليوم تكتبه مصر، وكل يوم. مدينة المنصورة من أفضل مدن مصر، تأسست عام 1219، أسسها الأيوبيين الملك الكامل، وكانت هذه المدينة هي وجه الانتصارات والخير لهذا الوطن. في مدينة المنصورة انتصرنا على الحملة الصليبية السابعة، وأسرنا لويس التاسع في دار ابن لقمان، وعلى سماء المنصورة في العصر الحديث دارت أكبر معركة جوية في تاريخ الأمة في حرب أكتوبر المجيدة، حرب 73. هنا ولد العلماء والعمالقة، كان يقول الكاتب الكبير والأديب أنيس منصور أن مدينة المنصورة هي المورد الرئيسي للعبقرية المصرية. نرحب بحضراتكم في العيد القومي لمحافظة الدقهلية، ونحن اليوم نحتفل بالتاريخ. الحلم أصبح حقيقة، حياة كريمة الحلم الذي تحقق، الجمهورية الجديدة التي تحققت هنا أيضا في مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة. السيدات والسادة، مدينة المنصورة هنا فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، هنا الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، هنا مدينة العلم وعاصمة الطب وشجرة الدر وعروس الدلتا مدينة المنصورة. نرحب بالسادة القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب وشعب المنصورة الكريم، ونبدأ بكلمة ترحيبية لمعالي الوزير الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.